على الرغم من كل الصعوبات التي واجهها الجيش التركي في منتصف عام 2016 وما تبع محاولة الانقلاب الفاشلة ضد نظام أردوغان، إلا أن المعسكر الموالي داخل الجيش يستحوذ على الاقتصاد التركي، فهناك عشرات الشركات الموجودة في مؤسسة إغاثة الجيش المعروفة بأوياك التابعة للجيش التركي والتي تتجاوز أصولها 20 مليار دولار، وتعتبر خامس أكبر شركة قابضة في تركيا ولكنها الأعلى ربحية وتوظف 30 ألف شخص، كما أن هذه الشركة تتبعها 38 شركة رئيسية و 78 شركة فرعية تهيمن على قطاعات عديدة مهمة، واستغلت هذه الشركات نفوذها وأصبحت تستفيد وتتحكم في بيع أصول الدولة. أوياك نشرت على موقعها الإلكتروني العام الماضي مقدار ثروتها التي وصلت إلى 9.73 مليار دولار، وتصدر منتجاتها إلى 121 دولة أجنبية ومنها 83% دول أوروبية. تبلغ قيمة هذه الصادرات 4.4 مليار دولار، 8.2% من إجمالي صادرات تركيا. ويمتلك الجيش التركي نسبة مهولة من الاقتصاد ومساحات واسعة من الأراضي، والبرلمان التركي ليس لديه القدرة على الإشراف أو تحديد ميزانية أوياك، وذلك وفقا لمصادر تركية ودولية. هاتفيا للتعليق معنا من روما الأستاذ مسعود محمد المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ مسعود. أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. أهلا بحضرتك. إذن يعني مؤسسة داخل الجيش تبع القطاع الموالي لنظام أردوغان تسمى أوياك، هي يعني مؤسسة تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد التركي. أصول هذه الشركة 20 مليار دولار، خامس أكبر شركة قابضة في تركيا، بتصدر إلى 121 دولة منتجاتها. كيف ترى هذا التغول من الجيش التركي ومؤسسة أوياك على الاقتصاد في تركيا؟ يا سيدي، كان من الطبيعي أن يحصل ذلك. فمع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بالعام 2002 تقلص دور الجيش التركي بحزمة من الإصلاحات القانونية، حتى أصبح بالسنوات الأخيرة الجيش ميال أكثر إلى التزام سكناته. لذلك كان لابد من إرضاء جنرالات الجيش وأعطائهم شيء مقابل هذا السكوت عن أردوغان وسيطرته وسيطرة حزبه على البلد وعلى الحكم. فتم تسهيل دور الجيش وأعطائه مجموعة من الصلاحيات الاقتصادية، خاصة بعدما تم إقالة عدد كبير من جنرالات الجيش القديمين الذين كانوا يريدون أن يحافظوا على الوجه العلماني للدولة التركية، وتعيين مكانهم جنرالات من دون خبرة عسكرية كبيرة، فقط خبرتهم الوحيدة هي التبعية لأردوغان. لذلك كان لابد من إرضاء المؤسسة العسكرية وأعطائها حوافز اقتصادية حتى تستطيع تلك المؤسسة أن تستمر بدعم الحكم وبدعم وباستمرار وجود أردوغان داخل الحكم. هل ما زال هناك قطاعات في الجيش التركي تعارض أردوغان، أم يعني تم تدجين الجيش وأصبح كله يعني يدين بالولاء لأردوغان؟ لا نستطيع أن نقول بأن كل الجيش أصبح يدين بالولاء لأردوغان، رغم كل الاعتقالات الكبيرة التي قام بها في حجة الانقلاب المشكوك بأمره الذي أعلنه، والذي كان الهدف منه تصفية القيادات العسكرية النافذة داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن الروح الأتاتوركية ما زالت موجودة داخل المؤسسة العسكرية، وكل فترة يخرج على أردوغان من داخل المؤسسة العسكرية من يعترض على تصرفاته داخل البلد، إلا أن أردوغان حاول. نعم، ولكن من يعترض يعني يتم تصفيته يعني وإخراجه من الجيش، هذا ما يفعله أردوغان في كل مناحي الحياة في تركيا، فبالتأكيد الجيش له نصيب. نعم، من هذه يعني التصرفات. نعم نعم نعم، مش بس كذلك، هو أيضا قلص دور مجلس الأمن القومي الذي كان يشرف على الأمن القومي بحماية المبادئ العلمانية داخل البلد. هو عمل كل المستحيل ليقلص دور الجيش في تركيا، وأن يفرض من خلال البرلمان الذي سيطر عليه على قانونا يتضمن مجموعة من الإصلاحات التاريخية للحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية التركية،
هو كما يقول استجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي لأجل السماح بأنقرة للانضمام إليه، إلا أن حقيقة الأمر هي لكي يسيطر أردوغان على المؤسسة العسكرية ويكون هو متمسك بالحكم ويعلن سلطنته داخل تركيا، إلا أنه ما زال هناك قطاعات كبيرة داخل الجيش التركي ترفض هذه المسألة، وسنجد في الانتخابات القادمة مجموعة كبيرة من التغييرات التي قد تحصل ولا تكون على رضا وخاطر أردوغان. لذلك يحاول أردوغان أن يقدم هدية للجيش التركي وهي الاقتصاد والمشاركة بالاقتصاد وبناء المؤسسات، مما أعطى للجيش التركي سيطرة كبيرة على الاقتصاد وبنى مؤسسة عملاقة كما تفضلت حضرتك. لقد وصلت أصول تلك المؤسسة إلى 20 مليار، نعم، وهي توظف أكثر من 30 ألف شخص هذه المؤسسة، ويتبعها 38 شركة رئيسية و 78 شركة فرعية، وهي تسيطر على مسائل مهمة جدا في الاقتصاد التركي منها الحديد والصلب ومجموعة كبيرة من الصناعات التركية. صحيح، يعني أيضا من ضمن المعلومات عن هذه الشركة، شركة أوياك، أنه بيديرها نحو 100 ضابط من المستوى الرفيع في تركيا، وهي معفاة من الضرائب، يعني ولا تدخل في ميزانية يعني الموازنة التركية مع غيرها من القطاعات، امتيازات كبيرة جدا تعطى لهذه الشركة. نعم، ولا تدفع ضرائب. وأنا أزيدك من الشعر بيت وأقول لك بأن معظم هؤلاء الضباط هم من الموالين لأردوغان والتابعين له، وهو يحاول إرضائهم من خلال العطيات التي يعطيها لهم لهذه المؤسسة والتسهيلات التي يقدمها لهذه المؤسسة لكي يروض مؤسسة الجيش ويجعلها تابعة له. لذلك تجد بأن المعارضة التركية ليست راضية عن ما يحصل من خلال هذه المؤسسات داخل الدولة وتأثير تلك المؤسسات على اقتصاد الدولة، ويعتبرون بأن دور الجيش التركي هو حماية الأمن القومي وليس المشاركة بهذه المسائل الاقتصادية التي تتسبب في كثير من الأحيان بالضرر على الاقتصاد التركي وليس بالاستفادة للاقتصاد التركي. نعم، يعني هذا طبعا فيما يتعلق بالاقتصاد التركي، ولكن هل برأيك أستاذ مسعود يعني هذه يعني التصرفات وإلهاء الجيش بمشاريع اقتصادية، هل يعني حقق الهدف منها من هذه السياسة؟ هو يحاول كل جهده، ولكن أنا أعتقد ما زال هناك قوى حية داخل الجيش التركي ترفض. لذلك ترى بأنه يعني هل ما زالت عقيدة الجيش التركي لم تتغير وهي حماية العلمانية؟ ليس 100%، هو نجح بتغيير جزء كبير من مؤسسة الجيش، لكنه لم يستطع أن يسيطر على المؤسسة نهائيا بعد، وذلك بسبب وجود معارضة قوية داخل البلد، وهذه المعارضة تساند مؤسسة الجيش وتحاول أن تحمي هذه المؤسسة. إلى أي مدى ستستطيع أن تنجح هذه المعارضة؟ نتأمل أولا بأن تتوحد هذه المعارضة لتحمي مؤسسة الجيش وتستطيع أن تقدم نموذجا مختلفا في الانتخابات القادمة، حينها ستنحسم المسألة. لم يحسم نهائيا بعد سيطرة أردوغان على المؤسسة العسكرية، إلا أنه نجح بتقويض جزء كبير من هذه المؤسسة وإخضاعه لسلطته. ولكن من الممكن إذا توفرت الظروف المناسبة أن تعود هذه المؤسسة العسكرية مرة أخرى إلى دورها الرئيسي الذي كان موجود، وهو حماية العلمانية في تركيا، إذا توفرت الأسباب يعني لذلك. نعم. طب أنت تحدثت عن بعض المفاجآت التي يعني ليست على هوى أردوغان في المرحلة القادمة أو في الانتخابات القادمة، ماذا تقصد أستاذ مسعود؟ هناك مباحثات جدية داخل صفوف المعارضة التركية لتوحيد صفوفها وعلى أن يخوضوا الانتخابات القادمة بشكل موحد يؤدي إلى تغيير جذري داخل تركيا. وكما يبدو بأن الأجواء الغربية مساندة للمعارضة التركية إن كان على المستوى الأوروبي أو على المستوى الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب، الذي من الأساس غير موافق على تصرفات أردوغان داخل المنطقة، وهو يدعو إلى وضع حدود لأردوغان داخل المنطقة. لذلك نجد بأن أردوغان قلق وهو مستعد أن يعطي أي شيء للمؤسسة العسكرية لضمان ولائها. نعم، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل. هاتفيا كنت معنا من روما الأستاذ مسعود محمد المحلل السياسي.